وجود الإسرائيلي ولا أو الصيني أو غيره الآن في تلك الدول التي كان المصريون يضعون أعينهم عليها يوما ما؟ طبعا هل يتعارض ده ذلك اكبر. معه؟ لا ليه؟ يتعارض جدا، بس ده يعني على طول بيفتح عليك باب المنافسه هي الحكم، الوجود التدريجي هو الحكم. اسرائيل يا اخوانا ليست، انا دايما اقولها يعني، اسرائيل ملهاش مشروع استثماري كبير في افريقيا، غير صحيح دول ناس اصلا معتمدين على بقايا الرأسمالي الامريكي من ناحية الشخصية، من ناحية الذاتية للمجتمع الإسرائيلي. هو بينفذ عن طريق نفوذه في اللوبي، اللوبيهات زي ما بيجمعوها المالية العالمية. هو ينزل، أنا لاحظت وسجلت ده من الثمانينات وهي عايدة لأفريقيا عن طريق زائير. كانوا أول حاجة لقيتها ومكتوبة فيها في الدراسة اللي عن إسرائيل وأفريقيا، عن إزاي ينفذوا لحكم عن طريق وساطتهم لدى البنك الدولي. انت دولة مديونة، انا اقدر اسوي لك موضوع الديون، ترتيب تسديد الطاقة الفنية اللي موجودة، وهي لذلك موجودة كقوة فنية وقوة وساطة في اثيوبيا وفي الكونغو وفي مناطق الماس في الجنوب، وبتاخد ده كفاية عليها تجارة الماس، بتاخده فنيا بس، هي بتجرش ما تقدرش تدفع اموال بهذا الحجم، بتاخده لعمل ريفايننج او يعني إعادة تنقية وتنزله للسوق الأوروبي بمليارات. إذن هو تحدي كبير، فهو ولكن تحدي بالنسبة لإسرائيل. تحديها هو تحدي وجود يعني معنوي، نمرة واحد أدبي بجرأة، ونمرة اتنين بإمكانيات فنية لمساعدة الدول دي. أما المنافس الخطر بقى فهو موضوع الصين. مش احنا مش هننافس الصين اكيد كمان يعني مش بس الصين، البرازيل مساله كبيره، ماليزيا مساله كبيره، تركيا لها 15 مليار دولار مؤخرا في افريقيا في استثمارات ونفاذ الى افريقيا، ورايح الراجل ومراته هو الاردوغان لأوغلو للصومال لزيارة الناس الغلابة ومنح وتسهيلات وكذا، بينما احنا ما بنسألش عن الصومال خالص. فانت عايز، قصدي هنا لمواجهة إسرائيل عايز تقول لها ان إسرائيل طاقة فنية او رأسمالية وسيطة، انا اقوم بالدور ده. عايز تروح للصين وتقول بنتعاون في ابعاد إسرائيل على سبيل المثال، ده كان مرات، يبقى الدبلوماسية بتعمل ده. يعني دي عايزة حيوية في المجتمع المدني نفسه والقوى الشعبية المصرية في ثقافتك السياسية نفسها للاتجاه جنوبا ومع كل دول الجنوب وليس فقط أفريقيا. حتى احنا الآن بتضعف حتى لهجتنا الأفريقية، وأنا بتاع أفريقيا زي بيقولوا، اللهجة بتضعف لأنه في كتلة العالم الثالث، في كتلة الجنوب. يعني أنا ممكن جدا أكون هتعاون مع الهند مثلا وماليزيا وغيرها ودول عربية من أجل بناء حقيقي لكتلة دول الجنوب. فمصر عايزة شغل بقى كتير. طيب. جدا، لأن ده بنا ما بيتعملش لا بتصريح ولا بزيارة ولا بمؤتمر ولا كده. يعني أرجو أن يكون ده في الخط الإعلام العام، مش هو الفكرة يعني. أستاذ حلمي، قبل أن نتحول إلى مسألة انفصال الجنوب وعلاقتها بالأمن القومي المصري، أنت عايشت قضية انفصال الجنوب، التطورات في السودان منذ ما بعد جعفر نميري ثم سوار الذهب والبشير وما إلى ذلك، رأيت هذه التطورات وهي تفضي إلى الانفصال، والذي تحدث عنه البعض واعتقد حضرتك منه شخصيا انه غياب مصر كثيرا عن المشهد ربما كان قد اسهم في مساله الانفصال. هو انا هي دراسه يمكن انت اللي بتشير لها ولا حاجه، بتهم فيها الشمال هو الانفصالي، شمال السودان، مش الجنوب الانفصالي.
ورصدت كتير مفيد يعني لشبابنا وشباب الباحثين، ان احنا بنبقى عارفين والمراحل اللي كنا فيها احنا موجودين كمان كمصر، يعني انه جه بعد اولا التمردات الاولى والمشكله في المعالجه في اتفاق الاستقلال، يعني هنعبر هذا. لكن طول الوقت حيث عندما يميل الجنوبيين في مراحل ما بعد ثوره اكتوبر 64 وما بعد حتى ثوره تاني الشعب السوداني 85 ثم الانقاذ الى اخره، يميل الجنوبيين طيب للتفاهم حول صيغه يضمنوا بها حقوقهم، يضمنوا حق تقرير مصير، يضمنوا كذا. الشمال تطلع عقبة، وفي أكثر من مرة كان للأسف الاتجاه الإسلامي بقيادة حسن الترابي هو السبب من 64 حتى الآن. 64 كانوا يتفقوا في حول المائدة المستديرة اسمها في ذلك الوقت لعمل صيغة للجنوب والشمال، وإذ بالإسلاميين يطرحوا الدستور الإسلامي إن لازم يبقى فيه الدستور الإسلامي ونعمل إيه في الجنوب، فطبعا الجنوب يرفضه ويبدأ المشكل يعني. رغم أن الاختلاف حتى دب بين أيوة. البشير والترابي فيما بعد. أيوة. فجم في الثمانينات وكادوا أيضا يتفقوا ما بعد إن ميري اضطر يتراجع باتفاق أديس أبابا وكادت الأمور تمشي في ذلك الوقت، لكن اللي حصل ايضا ان الترابي دفع للنميري الى فكره المنهج الاسلامي وتطبيقه وبتاع، ففي الجنوب برضو ما يرضاش. وعندما حتى حاول المجموعات القوى الحديثه ومع الاتحاديين وكذا يتفاهموا مع جارنج فيما سمي الوثيقه اتفاق السلام برضو رفضته قوة إسلامية زي المهدي زي المهدوية. فانتفى هذا وظلوا يعلنوا الحرب المقدسة في الجنوب بشكل لأضاع كرامة السودانيين نفسهم وكرامة الاتفاقات، وبقى يعملوا كأنه الجهاد والشهداء ويزوج الشهداء فمسألة برضو طوال التسعينات لغاية ما اضطر نفس النظام يقر بحق تقرير المصير ثم يدخل في مشاكس والاتفاقية اللي إياها دي. فده كله ومصر مبعدة يعني معزولة عن هذا، والجنوب الحركة الشعبية منذ 64 كانوا قريبين من عبد الناصر يعني عبد الناصر إدى إشارة إن على طريق إخواننا اتفقوا وبدأت العلاقة تبقى معقولة. أنا رحت في 80 81، كنت أريد هنا الأول مستشار لشؤون السودان ثم رحت أستاذ في جامعة جوبا للعلوم السياسية في الجنوب وشفت إزاي إن الناس دي يعني تصورها لمصر جيد، حتى السادات نفسه قرر عدد كبير من المنح الدراسية كنا بنطبق فيه، فتعمل أجواء ممكن تلقاها. العناصر نفسها اللي بعضهم اللي انا كنت بدرس لهم هم اللي اعلنوا الثوره وكل طبعا بقياده جارنج بعد ذلك اعلنوا الثوره والتمرد على الجنوب وضروره الانفصال. فمن هنا يعني ظلت علاقتنا، انا كنت بعرف جارنج يعني بعتبره فعلا من الشخصيات اللي كانت ممكن توحد السودان، لان الفلسفه الرئيسيه للحركه الشعبيه لتحرير السودان في الجنوب هي فلسفة إقامة سودان جديد. حتى ما استقلوا مسميين جنوب السودان لاحظ يعني وأظن جوهر الحركة بتقول بالسودان الجديد. في تيار متطرف ضد كده صحيح حتى في الجنوب، لكن في تيار في الحكم في النهاية في جنوب السودان بيقول السودان جديد يعني وموحد بس بصيغة ديمقراطية وتعترف بالحقوق. فلو احنا يعني ثقافة الدبلوماسية المصرية كانت أقوى من كده ومنتبهة كانت ممكن تدعم مثل هذا وتتحاور معاه والدعم. الجنوب السودان للأسف يعني بيبدو طبعا أميال لفكرة الاتفاقية، هو مؤجل التوقيع على اتفاقية المياه، إنه مؤجل النظر في قناة جونجلي
وهي مسألة حيوية جدا بالنسبة لنا، إنه فاتح مشروعات الاستثمار لناس مش أحبائنا قوي، بدءا من قطر وإسرائيل وأظن حتى السعودية وغيرها، لزراعة ملايين الأفدنة كما يقال، والآلاف الأفدنة بالمزروعات الجديدة اللي هي هتستهلك مية، مع إن إمكان المال العربي ده يخدم في مشروعات سدود صغيرة في بحر الجبل وفي غرب منطقة الجنوب، وإحنا نقدر إذن نعاونهم بالدبلوماسية في حل مشكلة الشريط بتاع أبيه وغيره، لو إن لنا نفوذ يعني على الأطراف المختلفة. لكن أنا يهمني إشكالية الاستثمار في الجنوب اللي هيؤدي لمشروعات كبيرة أخرى قد تكون لصالحهم فقط، وإن قناة جونجل كده معطلة وهي التي ممكن تحل كل المسألة، لأن الجنوبي لما يضحك يعني ويقول إحنا هنعمل إيه بالمية ده، إحنا عندنا فائض في المستنقعات كثيرة جدا ولابد من ترتيبها. هل ممكن الخبرة الإسرائيليين هنا مش إن لهم مشاريع مهولة لزراعة ولا كذا، مش صحيح أيضا، لا في إثيوبيا ولا في الجنوب. إثيوبيا خبرة خطيرة جدا، خبرات لاستثمار الإمكانيات بتاعت الدول، أنت عندك مية وعندك إمكان كهرباء وعندك يعني مشروع، كان مشروع كهرباء كبير. الخطر يا إخواننا في القرن الأفريقي كله الآن ليس مجرد أن المية هتحجز قد إيه وناخد منها قد إيه، الخطر أن إحنا كنا طرف في مشروعات توليد الطاقة، من سواء في نهر الكونغو فترة أو في إمكان الاستثمار المشترك في إثيوبيا من ناحية تانية، لكن ده ضرب حتى الآن أنا ما أعرفش، لأن في أسرار كده في ملفات وزارة الري والمخابرات والرئاسة، دي ثلاث جهات ما تعرفش عنها، ما تعرفش منهم حاجة يعني للأسف في مصر. بنقول ده لأن التصارع بين الأجهزة خطر في الوقت ده، أنت مفروض نشوف موضوع الطاقة ده، لو إن هم المشروعات الآن في إثيوبيا تتحدث عن طاقة تولد وتعبر عن طريق البحر الأحمر، ممكن السعودية وإسرائيل لتركيا، ده خط يبقى خطر جدا عليه، لأن معناه إن هيعوزوا تخزين مية كتير، سدود كبيرة أكتر، مش مهمتها مجرد شوية المية اللي انت بتجري وراها دول، لا مهمتها مشروعات استثمارية كبرى أخرى. إلى أي حد تركيا والخليج وراء هذه المخاطر لازم تكون بتدرس كويس، يعني أنا من كتر ألمي لا أتصور أنها لا تدرس، لا أتصور، عندنا خبرات مهولة موجودة في الثلاث جهات دول زائد الجهات العلمية، الأهرام والجامعة لكذا لكذا، فكده مش منطقي، فأنت عايز كل حاجة عايزة خطة كبيرة وعقل كبير، ما ينفعش معاها طريقة الخطف اللي حصلة دي دلوقتي. ربما بالاستقرار اللي يعني نأمل أن يكون ديمقراطيا، لأن ده يبقى فيها استثمار كل الكفاءات. هل تخشى أن تتكرر نفس المأساة إذا جاز التعبير بالنسبة لدارفور التي تغيب عنها مصر أيضا كما ذكرت؟ دارفور للأسف ما زالت مثارة دلوقتي، عودة تاني للتنشيط المتحدث، والمسألة متحولة لمخاطر في السودان هتضع السودان كله، هي ما بقتش مجرد دارفور، جناح من الدارفوريين فيما يسمى جنوب كردفان مع أبيه ومع كذا مع النيل الأزرق، الشريط ده يكاد يكون اسمه الشريط الخطر الجديد، فدارفور متحولة لقيادة عملية تمرد أشمل، ده يؤذي السودان نمرة واحد أذية كبيرة، ويضعنا في أكثر من مجرد خطر إقليم عايز بعض الحقوق، لأن في بيجد دايما في الحاجات دي اعتبار ما بنقدروش قوي، لكن لما بيحصل يبقى مشكلة، إن فيه 20 تنظيم في دارفور، طب هتعمل إيه؟ إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من شهادة للتاريخ، نلتقي مرة أخرى في الأسبوع القادم لاستكمال شهادة ضيفنا الكريم الأستاذ حلمي شعراوي المدير السابق لمركز البحوث العربية والإفريقية، إلى اللقاء.